من جديد برحب طبعا بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن معي في هذه اللحظات واحد طبعا من نجوم الكره في مصر وطبعا نجم النادي الاهلي السابق الكابتن فتحي مبروك رئيس لجنه المواهب بالنادي الاهلي. طبعا برحب بك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي وخليني ابارك لك على حدث النهارده. وطبعا بشكرك وبشكر قناه الاهلي وبشكر كل اعضاء وجماهير النادي الاهلي الجميله. طبعا اذا كان هناك حدث كبير فحدث كبير في انشاء استاد الشيخ زايد او استاد النادي الاهلي بالشيخ زايد. وهذا الحدث يمكن بقالنا كتير جدا على فكره يا سلام يمكن ما شفناهوش. يعني من جيل السبعينات كنا دايما بنلعب ده على استاد مختار التتش في النادي الاهلي، ولم يكن النادي الاهلي اي استاد بعد كده. يعني استادات كلها استاد القاهره بيلعب في ملاعب طبعا ما تحملش اسم النادي الاهلي. فاذا كان مجلس اداره النادي الاهلي فعلا ساهم والاجهزه المعنيه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهموا في هذا الانشاء والانشاء الضخم ان شاء الله يبقى استاد النادي الاهلي، واشكر كل المسؤولين سواء على مستوى الدوله او سواء على مستوى مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا وهني جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بهذا الانجاز الكبير ان شاء الله. كابتن فتحي انت اتكلمت على نقطه انه ما كانش فيه غير استاد التتش النادي الاهلي، يمكن ده كان كمان كابتن الله يرحمه كابتن طبعا الكابتن عفوا صالح سليم، يمكن ده كان حلمه زمان ان هو طبعا يعني ينشئ استاد للنادي الاهلي، والحمد لله بنشوف الحلم ده النهارده بيتحقق لكل جماهير النادي الاهلي. هو طبعا يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي اتكلم في هذا الكلام وقال ان كل اعضاء مجالس الاداره السابقين ليهم شان وليهم كيان وليهم مساهمه في هذا الانجاز. يعني كابتن صالح سليم رحمه الله عليه كان عنده امل كبير ان يبقى في استاد للنادي الاهلي، واذا كان هناك استاد دلوقتي هيبقى يحمل اسم النادي الاهلي، فدي حاجه يعتز بيها كل جماهير ومحبي واعضاء النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او سواء على المستوى العربي او الافريقي او الدولي، لان الاستاد ده ان شاء الله هيبقى حاجه مفخره لمصر ومفخره للعالم كله ان شاء الله. يعني كابتن فتحي الاستاد ده بس مش هيكون استاد لكرة القدم، لا كمان يعني هو مدينة رياضية، يعني بنشوف استاد لكرة القدم، ملاعب كمان للتدريب وصالة مغطاة. طبعا ما هي دي هتبقى حاجة عالمية زي ما قلت لك، حاجة عالمية بكل حاجة هتبقى في هذا الاستاد وكل حاجة هتبقى في هذا الحدث الكبير، لأن ده يمكن هيعود على النادي الأهلي باستثمارات جميلة، والكابتن الخطيب اتكلم فيها يعني برضو التدعيم. أتمنى من الناس كلها تدعم هذا الإنجاز الرائع، لان برضه هذا الانجاز الرائع يعود على الناس كلها سواء جماهير او اعضاء او محبي كل النادي الاهلي في كل مكان، ان النادي الاهلي له دائما بصمه في تاريخ الكره المصريه الحمد لله. يبارك لك طبعا يا كابتن فتحي تاني على الحدث ده ومليون مبروك. النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي سواء اللي موجودين دلوقتي او سواء السابقين. اشكرك جدا. يمكن ده كان لقائنا طبعا مع كابتن فتحي مبروك رئيس لجنه المواهب بالنادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو.